وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وأما الذين آمنوا بك يا عيسى وصدقوك وأقروا بنبوتك وبما جئتهم به من الحق من عندي ودانوا بالإسلام الذي بعثتك به وآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وعملوا الأعمال الصالحة القلبية والقولية والبدنية وقصدوا بها رضا رب العالمين فيعطيهم الله ثواب أعمالهم كاملا غير منقوص في الدنيا والآخرة. في الدنيا من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة، وفي الآخرة يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا، ويزيدهم الله من فضله وكرمه، وجنات تجري من تحتها الأنهار، ورضوان من الله أكبر من كل ذلك. والله لا يحب الظالمين بالشرك والكفر بل يبغضهم ويحل عليهم سخطه وعذابه ولا يرحمهم. ومن أفحش أنواع الظلم ما يقوله أهل الكتاب على عيسى عليه السلام، فقد زعم فريق منهم أنه إله، وزعم فريق أنه ابن الله، وزعم آخرون أنه ثالث ثلاثة، وافترى عليه اليهود وعلى أمه مريم البتول. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.